5 سنين. فأما باب حدام ونحوه فأهل الحجاز يبنونه على الكسر مطلقا. معناه هناك قيد، لابد يكون قيد. أين القيد الذي فك؟ الذي آخره راء. يعني هنايا مطلقا الإشياء ما آخره راء وما ليس آخره راء سيان، هذا هو الإطلاق. الإطلاق معناها أن هناك شيء مقيد، بش القيد بآخر راء. الراء هدايا هل يفرقون الحجازيون بين ما فيه راء وما ليس فيه راء؟ لا، هذا هو الإطلاق. لما تلقى مطلقا معناها أن في شيء مقيد، هنا فك القيد. وين فك القيد؟ قيد بالرأية. قال لك لا سوى فيه راء ولا فيه شراء. هذا الإطلاق، هذا الإطلاق.